ورساله مصر للعالم، الصفحه الرسميه للمؤتمر الوطني للشباب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وضعت اللينك الخاص بالتسجيل لمنتدى شباب العالم بمدينه شرم الشيخ المقرر اقامته في شهر نوفمبر 2017. الصفحه نشرت اللوجو الخاص زي ما احنا شايفين دلوقتي بالمنتدى وعلقت عليه ندعو شباب العالم للحوار وتبادل الثقافات من خلال منتدى شباب العالم بمدينه شرم الشيخ نوفمبر 2017. اللينك الخاص بالتسجيل واضح مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة. منتدى مهم جدا وكان يعني من أهم التوصيات لمؤتمر اسكندرية الأخير للشباب العالم كله. شباب العالم كله يشارك من كل الثقافات من كل الدول، رسالة للسلام ورسالة أنه الشباب في مصر بيتفاعل مع شباب العالم كله. فمهم جدا هذا المؤتمر اللي هو زي ما قلنا هينعقد في نوفمبر 2017. معانا الاستاذ ضياء الحجري مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخيرات يا استاذ ضياء، اهلا بيك يا فندم. بيك يا فندم، صباح الفل. حابب حضرتك كده نعلق على الخبرين اللي احنا قلناهم دلوقتي قبل ما نتكلم عن منتدى شباب العالم. الخبر الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعقده اجتماع مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات امبارح، اهم مدار في هذا الاجتماع واهم ما اسفر عنه. طبعا كلنا نعلم جميعا اهميه التكنولوجيا، فالتكنولوجيا هي سلاح المجتمعات لتحقيق التقدم، وانه ننظر الى دول العالم ومحققاته يعني في جميع المجالات، سواء يعني البنيه الاساسيه او في مجال الصحه وفي التعليم وفي انشاء المرافق، كل ذلك يعتمد على التكنولوجيات الحديثه. وبالتالي فان الرئيس عبد الفتاح السيسي نوه في هذا الاجتماع باهميه التمسك بالتكنولوجيا وادخال جميع التقنيات الحديثه، خاصه فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتوسع في انشاء القوى الذكيه. وبالتالي الاخبار المهمه التي يعني دارت في الاجتماع عده اخبار. اولا البدء في تنفيذ مدينه المعرفه. أيوة. في العاصمه الاداريه الجديده، وهي مدينه تضم كافه مراكز الابحاث. جميل. وكافه الكوادر الشبابيه والكوادر والخبراء المهتمين بالتكنولوجيا المعلومات وكل فروع التكنولوجيا وليس المعلومات فقط. ذلك لان يعني تطوير المجتمع المصري وتحسينه وتحقيق التقدم دفع الاقتصاد، مركز لابحاث الدواء للتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء بدل من الاستيراد بمبالغ طائله، كل هذا يعني يصب في هذه المدينه المهمه التي ستكون يعني خطوه مهمه جدا لتحديث المجتمع المصري. ايضا من الاخبار الاخرى انشاء منطقه تكنولوجيه، طرح اول هاتف مصري محمول بنهايه هذا العام. كلنا نعلم يعني ان احنا مستهلكين نستورد الهواتف المحموله من كل دول العالم، حتى يعني الدول يعني التي كانت يعني ناميه اصبحت الان تنتج هذه المحمول، فلماذا لا تنتج هذا المحمول بسواعد مصريه بدل ان نكون يعني مجرد مستوردين مستهلكين. ايضا استكمال مدينه تكنولوجيه في بنشويف، وايضا في برج العرب السادات وفي برج العرب وفي هذه يعني يا فندم ملامح مدينه تكنولوجيه دي هتبقى شكلها ازاي تمام يعني هتشوي القرى كله. كل منظار القرية الذكية التي يعني تم إنشائها منذ سنوات في مدخل قبل بوابة، أيوة قبل بوابة الرسوم في طريق اسكندرية الصحراوي. هذه يعني قرية عظيمة جدا تضم شركات مهمة جدا عالمية ومحلية في تكنولوجيا المعلومات وتشغل كثير من الشباب المصريين، حيث أن قطاع يعني المعلومات هو قطاع واعد وهناك يعني صادرات مصرية كثيرة بدأت تشق طريقها إلى العالم. وننظر إلى تجربة الهند حيث حققت مليارات الدولارات بصادرات البرمجيات. نحن نمتلك الكوادر ونمتلك المعرفة ونمتلك الإرادة، وبالتالي فهناك يعني آمال كبيرة. ده شيء جميل، وزي ما حضرتك قلت في مدن جديدة في مناطق جديدة تكنولوجية في بني سويف وفي برج العرب. نروح يا فندم للخبر الثاني، ويعني بعد انتهاء مباشرة المؤتمر الرابع أو الأخير للشباب في اسكندرية بدأ الدعوة وبدأ الشغل بشكل قوي وحقيقي فيما يتعلق بمنتدى شباب العالم. أهمية المنتدى ده يا فندم اللي هيتم في شهر نوفمبر 2017، رسالة مصر للعالم وأهمية أن شباب العالم يكون موجود هنا. تمام، نعلم أن أول مؤتمر للشباب عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي وحقق نجاح مهم، مما جعل الرئيس السيسي يقرر إقامته بشكل دوري. صحيح. وأقيم أربع مؤتمرات في هذا الصدد الدورية في القاهرة وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية، كلها اكتسبت شباب واعد مختلف المجالات وشارك ايضا الرؤساء وشارك خبراء وتم طرح افكار جديده وتم يعني تبادل الافكار والرؤى حول مستقبل مصر. وبالتالي
قد طرح الشباب فكرة أن يكون هناك منتدى عالمي للشباب ليس الاكتفاء فقط بأن يكون محليا، وبالتالي يعني استمع الرئيس إلى هذه التوصيات وقرر استضافة مؤتمر منتدى العالم للشباب في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل ليكون هناك تبادل الأفكار والرؤى، بحيث يعني أن نكون قاصرين ومنغلقين على أنفسنا ويعني ونتبادل المشاكل المحلية الصغيرة، إنما ننظر إلى العالم ونتعرف على مشاكل وهم يتعرفون على مشاكلنا، وبالتالي يكون هناك يعني رؤية واسعة وتبادل الأفكار بين مختلف شباب العالم. وهذا المؤتمر يعني سيدعى إليه زعماء من صحيح. العالم العربي وزعماء صحيح. من العالم من الدول الصديقة سيكون يعني محفل عالمي صحيح. يعني وتكون أيضا رسالة سلام صحيح. نحن طبعا. يعني رسالة سلام من مصر للعالم كله، وبالفعل تم فتح باب التسجيل لكل شباب العالم، أي شاب ممكن يدخل ويسجل للمشاركة في هذا المنتدى. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ضياء الحجري الكاتب الصحفي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.